إلا في حالة الطريق الدائري. الطريق الدائري، الطريق الدائري ده قصة كبيرة قوي. الطريق الدائري، الطريق الدائري لو حضرتك تتذكر قبل لا ما لا مش هتذكر، انا عايش. لا يعني انا فاكر كان معالي الوزير، كنت بتكلم معاه اعتقد الكلام ده كان من 3 4 سنين، قلت له في عرضك خلص، انا باجي من شرق القاهرة لهنا يوميا. مظبوط. حضرتك لمست طبعا زمن الرحلة كان قد ايه، كان قد ايه واصبح قد ايه؟ مش بس زمن الرحلة، كان الواحد انا شخصيا كان ظهري بيعاني بشدة بسبب حالة الطريق، صح يعني صح عامل زي الجبنة مظبوط. الجريار مخرم الطريق. بس طبعا هو الحقيقة لسه طبعا هو احنا الطريق الدائري احنا خلصنا يمكن من الطريق الزراعي مرورا بقى بطريق بالمرج، بطريق اسماعيليه، السويس، المنيب، المريوطيه لغايه الوسط السياحيه، وبرضو طريق الواحات هنا اللي في اكتوبر خلاص بيتشطب، باقي المسافه اللي هو من الصحراوي للطريق الزراعي. الطريق اتطور بقى حوالي لا سبع في حتة حارات في النص يعني، لا في حتة في النص برضو فيها لسه شغل موجود يعني، في اللي هو شغل. جزء من المريوطيه المنصوريه لا في حته. يعني في شغل، وشايفين ناس شغالة يعني الحقيقة وسهرانين و بالظبط. هو الدائري طبعا طريق حيوي مهم جدا، ولما توسع الحقيقه يعني فرق كتير قوي مع الناس في زمن طبعا. الرحله، وفرق كتير قوي في أصل هو زمن وصحة وأعصاب. كل حاجه، كل حاجه. وهو كدوله بقى، هو توفير الوقود ده مش بيعود على الدوله، طبعا بيعود وعلى على الدوله الشخص فلوس. يبقى انا لما بصرف قرش اكيد انا باخده في النهايه في صورة مجموعة حاجات. في صورة مجموعة حاجات، من ضمنها الوقود، توفير الوقود في العربيات، لأن الدولة بتستورد الكلام ده والبيئة برضه، والبيئة مفيش شك. ومن ضمن برضه الأمور اللي شغالة في الدائري واللي هتفرق كتير برضه، موضوع الأتوبيس الترددي اللي هيتنفس فيه. ايه يعني، انا عندي كذا حاجه في موضوع الاتوبيس الترددي ده. يعني ايه الاتوبيس الترددي، وفرقه ايه عن الاتوبيس اللي مش ترددي؟ أقول لحضرتك، الأتوبيس الترددي في مسار معزول وهيوصل بتوقيتات محددة، والمستخدم بتاع الأتوبيس هيبقى عارف، هيبقى قدامه الشاشة باينة فيها الأتوبيس بقيله دقيقة أو يوصل، وهيوصل المحطة بتاعته في قد إيه، ودي اتوبيسات كهرباء مش كده؟ وهتبقى أتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة كلها، وهي هتبقى في نص الدائري، في النص. في النص. وهنربط الدائري يا إما بأنفاق تنزل تحت، يا إما بكباري مشاة تطلعنا بره الدائري، وهنعمل عند كل محطة مواقف للميكروباص تحت تحت، تاخد الناس من المستخدمين بتوع للمنطقة الطريق. الداخلية تحت بقى. بالظبط، هيبقى في مواقف يحصل فيها تبادل للنقل ما بين الأتوبيس وما بين الميكروباصات او الأتوبيسات او ايا كان. بص حضرتك، هو في تكامل، هو في خطة لتكامل وسائل النقل كلها مع بعض. لو حضرتك تلاحظ أتوبيس على الدائري بيتقاطع مع خط مترو أو خطين مترو يوصل عند عدلي منصور، بتوصل حضرتك ممكن تاخد ال LRT في اتجاهك للعاصمة الإدارية، ممكن تنزل تاخد السوبر جيت من برضو عدلي منصور، ممكن تاخد أتوبيس تاني ترددي يوصلك لموقف أقاليم. يعني هي كلها منظومة واحدة متكاملة. احنا بنشوفها بره ممكن من زمان، ان في الاخر خالص، ان انا باخد بيبقى معايا تذكره، والتذكره دي انا رايح فيها في اتجاه ان انا جاي مثلا من مصر الجديده، جاي 6 اكتوبر مظبوط، وهركب كذا وسيله مواصلات، ولكن هتبقى بنفس التذكره طالما مظبوط ماشي في نفس واحنا الاتجاه. ماشيين في هذا الاتجاه فعلا، ان انت تقدر تنتقل من وسيله مواصلات لاخرى بنفس التذكره. طيب اللي عايز اساله لحضرتك، ان هنا كان في عمليات طبعا نسميها نزع ملكيه، او ان الناس تبقى بتقبل انها تتنازل عن ملكياتها عشان خاطر التوسعه اللي مظبوط. حصلت واللي ممكن تحصل دي. الوضع اللي تم ايه، واحنا هل لسه في عمليات زي دي مستمره؟ لسه مستمره. ليه؟ لان احنا في الطريق الدائري عشان نحافظ برضو على الطريق الدائري، احنا دلوقتي بنعمل طريق سطحي خارج الدائري يحزم الدائري كله من جوه ومن بره، فده برضو بيتطلب. لا مش فاهم يعني، مش طريق سطحي يحزم الدائري، دي كلمه كبيره قوي عليه، اشرحها لي. يعني الطريق الدائري لما توسع واتطور، الطريق الدائري نفسه بقى من 7 لـ8 حارات. تمام. خارج الدائري وقدام العمارات مفيش عماره تفتح الدائري بقى، ما ينفعش خلاص. فلازم يبقى في طريق
ياخد الدايري من بره ومن جوه، يحزم الدايري من بره ومن جوه، ده هيبقى مخصص للحركة خارج الدايري، للعربيات او الميكروباصات. بس على نفس الارتفاع ولا لا؟ تحت بقى. تحت مفصول تماما عن الدايري. والربط مع الدايري هيبقى من خلال انفاق او رمبات هتبقى في تقاطعات واحدة، مناطق صغيرة. لكن مفيش الطريق اللي تحت ده مش هيبقى مربوط على الدايري، مش هيبقى فاتح على الدايري. خلاص، هو الدايري كده على 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 وضعه النهائي. تمام. فده الطريق ده لما يتعمل هيحتاج نزع ملكيه، واحنا لسه ماشيين في هذه الاجراءات. والحقيقه المحافظين، الساده المحافظين يعني، والمحلات بيساعدونا كتير في الموضوع ده، وهيئه المساحه يعني. بس ده معطل اكيد الشغل شويه. طبعا، لان هو بياخد شويه اجراءات. احنا بشكل او باخر، احنا ما فيش حاجه اسمها نطلع واحد ما يكونش اخذ تعويضه، او لازم يطلع ببديل. بنعوض تعويضات اجتماعيه للناس، بحيث ان هي اللي يطلع من مكانه يقدر ياخد مكان بديل. والحقيقه ما حصلش، لان الناس طالما يعني لقت مقابل تقدر يعني تاخده وتقدر مقابل تنتقل. صحيح. يعني عادل، ما هوش بالزبط. مقابل فيه. لكن اقول لحضرتك حاجه، في ناس متاخر لها فلوس، اللي هم يمكن الاراضي لسه ما عوضناهاش، اللي هو الارض. لكن حد طلع من بيته الاول ببيته، الراجل اللي عنده بيت، ما حدش يطلع من بيته الا اذا كان يقدر ينتقل في مكان تاني وياخد تعويضه المناسب، حتى لو كان تعويض اجتماعي، بحيث ان هو ينتقل ياخد مكان مناسب يعيش فيه.